إن الله جل وعلا جعل جبهتك أعز شيء فيك، وجعل التراب أذل شيء في الوجود يطأه الناس. فإذا قبل المؤمن طواعية أن يجعل أعز شيء فيه وهو جبهته يعفر ويلاصق أذل الموجودات وهو التراب، فقد عرف الله جل وعلا حقا. قال الله لنبيه: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يوجد عياذا بالله من يتقلب في دور الفحشاء، في البارات، في الخمارات، في أماكن الفجور. يوجد من يتقلب بين الدينار والدرهم صباح مساء. يوجد من يتقلب بين الفاتنات من النساء. ويوجد لله عباد جعلني الله وإياكم منهم غمرة سعادتهم حين يسجدون لله. ووالله ما رزقهم الله حب السجود له وأعانهم عليه ورغبهم فيه إلا لأنه جل وعلا يحبهم، وإلا الله تبارك اسمه غني عن كل من سجد له.